من عديد من المغاربة ذكور وإناث كيديروا عملية جلد، واش ممكن تدخل تدير زراعة الشعر؟ يا كنت شوف شحال فيها ديال الديفويات. ما الشعر عنده سهل حالو، راه جيلات وراه سالك. لا الحمد لله انا مزيان هكا اللوك ديالي، راني مزيان ما خصني خير. انا ملي كندير عمليه التجميل لمن كنديرها؟ انا كنقدم الفن، ما كنقدمش الصوره ديالي. اللي قبل عليا غادي يقبل عليا الفن ديالي. وانا نظن بعض المرات كاين بعض الناس دوك لي ديفو ديالهم كيديروا واحد لو شارب، كيكون عندهم واحد لو شارب، شحال من واحد قاد وجهه وقاد نيفو وقاد ودنيه وفي الاخر تبدل وجهه كله ضاع. لا بالعكس، خلق الله ما عمرك تبدلو، دائما الانسان يبقى ناتورال، يبقى طبيعي وما يلعبش في راسه. يمكن موضه الان، والمشكل الوحيد في عمليه التجميل هو انك ملي تبدا فيهم ما توقفش. يعني اون فوا تفوت داك، والله العظيم تبدا فيهم تبقى بحال كل مره غادي عند الجزار، كل مره يفصل فيك. هذا هو الخطا، هذا ماشي خطا، هذا هو يعني الجانب الصعيب في عمليه التجميل، هو انك اون فوا دير البال الاول ما غتوقفش، غتبقى كل مره تبان لك حاجه ناقصه. ها هو اللي فيطلع شويه منا، ها هو عيني هبطت، ها شعري بدا، هذه صافي غتبقى هكا. غتجي واحد الوقيته غتكبر، غادي كاع نكبروا، شحال غتبقى ديما شاب انت وتبقى ديما زوين؟ ما يمكنش. غدوز واحد الوقيته بالشباب ديالك والجمال ديالك وغتمشي في حالاتك. يعني انت كتقدم الفن وكتقدم واحد الحاجه، شوف اللي مهم هو انك اللي يبغيو وكل اللي قرب لك يكون تكون عاجبهم نتايا، ما يهمكش حد اخر.